هل يجوز للزوجة أن تقول لأم زوجها يا أمي من باب تأليف القلوب، علما بأنها لو قالت لها يا أم فلان أو يا حجة ترتب على ذلك عداوة بغضاء؟ يا إله العالمين، قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، فأم الزوج هي أم لك، يعني أم الزوج أم لك. فلو افترضنا أن أم الزوج تحب أن هي تقول لها يا أمي، بتقول لها يا أمي، قولي لها يا أمي، هتخسر عليه يعني؟ وهذا من باب القول الحسن الذي أمرنا الله تعالى به.